الواتساب خويا، اليوم عندنا فيديو جديد غادي ندويو على صناع المحتوى اللي عندنا هنايا في المغرب. الا كنتي اول مره غادي تشوفني تابونا عندي في القناه وفرقعوا الفيديو بلايك، وما تنساش تدخلوا عندي الانستغرام اللي غنخلي لكم في الديسكريبشن. ماشي فكره اخرى كتبوها لي في الكومنتير باش نديرها على شكل فيديو. من صناع المحتوى اللي هو طه إيسو، تبارك الله عليه. طه إيسو اللي عنده في القناة في اليوتيوب 1,085,000، وعنده في الانستغرام 1,600,000. يلا نشوفوا دابا الفيديو. كيعجبني طه إيسو حيت ديما مبلبلها في الطريق ومع الوليدات، وكيقول لك صباح الخير عليك الوليدات، نهار طوب نهار بوغوس. وحاجة أخرى كاينة عند طه إيسو، وهو ديما كيشجع الدراري على ود لاصال. هو تحمس بزاف بالرياضة، تبارك الله عليه، الله يوفقه. نتيجي دابا خليل الإدريسي، خليل الإدريسي اللي عنده فلاشين يوتيوب 1,069,000، وعنده في الانستغرام 494K، وراه هبيل وغادي يوصل ان شاء الله 1,000,000 تا هو. تحية لك اول مدينتي. يلا هاد الضحكة ديال البناية. جابا فهاد ابو مسكين غيخاف منو. اللهم يا رب باش يسلك راسو نيت. عندي دابا نيبا الطبيب، نيبا اللي هو ولد مراكش، تا هو كيضحكني هو وداك نخنوخ، تبارك الله عليهم. عنده في فلاشين يوتيوب 1,073,000، انستغرام يمكن ديزاكتيفا ما عرفش اش من، يعني يمكن عندهم شي مشاكل ولا شي حاجه. تا هما اللي يوفقهم، واخا داك نخنوخ ديما كيديرها بعمو. مساخين دار ليه المقلب، داروه في واحد الكاميوني وسرقوه، ما عرفتش شنو يديروا ليه. شنو راه يموت مازال هاد النيفا هذا في شي وسط ديال المقلب. دابا غادي ندوزو لجمال الفا. جمال الفا اللي عنده في القناة اليوتيوب 3,575,000، وعنده في الانستغرام 220K. هلا دابا نشوفو لا فيديو ديالو. تا هو راه حمق، كيدير شي رياكسيون ديال تضحك تخسر. you
غادي ندوزو فيصل فلوغ. فيصل فلوغ لي ولد تيكيوي تبارك الله عليه، حتى هو اللي بادي من والو. كنت كنعقل عليه في اول فلوغ ديالو هنايا في اكادير، اللي كان مع واحد الجمعيه اللي كيمشيو غير للباراديس، ولكن راه تقاتل وتقاتل وتقاتل وما طاحش تبارك الله عليه. وكان ندعو معاه ديما بالتوفيق، حيت عنده محتوى جد رائع بزاف. وفيصل فلوغ اللي عنده في القناة يوتيوب 3 مليون و19، وعنده في انستغرام 1,700,000 تبارك الله عليه. واللي وفقوا دابا نشوفوا لا فيديو. دابا شكون قال بلي فيصل ما غاديش يقدر يلقى ديال عثمان كولزار؟ هذا الدار اللي مورانا دخل هذه، الناس اللي كيتفرجوا في الفيلم، الناس اللي كيتفرجوا في الفيلم هذه الدخله هذه اللي كتشوفوا ديال من عقلتي عليها، كانوا كيخرجوا الطوموبيل هنا، كانوا كيدخلوا هذا. اي اسيدي ويا هلا لا، مرحبا بكم في الدار ديال عمي عثمان كوزان، بات وليد وكمال اللي كان زوج بمنار وتسحر بالتيرين صاحب نادره عثمان كوزان. دونك اليوم ان شاء الله غادي ندخلوا لهذه الدار هذه وغادي نكتشفوها، وفي المفاجاه اللي غادي نبارطاجيها معكم من بعد فاش غادي ندخلوا ليها اللي تعرفوا شنو هي. اجيو معايا دابا ندخلوا لداخل، شوفوا سمعوا المزيكا شي ناس بابا شكا فاش بولدوك شكلا. الله الا داخلين الخوت بالله، شوفوا معايا المزيكا، مرحبا بينا. لا خصني نطلق لكم المزيكا ديال سامحيني باجي بديتي، سمحوا لي سمحوا لي. غادي ندوزو دابا لإكرام بيلانوفا. إكرام بيلانوفا اللي عندها في القناة في اليوتيوب 3,055,000، وعندها في انستغرام 2,300,000، وحتى هي عندها محتوى اللي مخلط بزاف، عندها المكياج عندها الروتين. غادي نشوفو واحد الجزء من الخرجة ديالها في ألمانيا. الحقيقة من المتعيز بزاف بنيت فيها واحد بزاف كتحمق. ومن موراها غنمشيو ان شاء الله للدوومو، شوفوا معايا شوفوا معايا شويه ميلانو كيفاش دايره. غادي ندوزو دابا عند روعه. روعة بيوتي اللي عندها في القناة في اليوتيوب 1,034,000، وعندها في انستغرام 2,700,000. يلا دابا نشوفو الفيديو ديالها. فهاد لا فيديو هادي غادي يديرو
توجد ديال الفطور في رمضان. المهم الخوت هادشي اللي عندنا في الفيديو ديال اليوم. ابوناو عندي في القناة. يلا بيس.